هذا سائل يقول: يا شيخنا، هل الثيب الزاني قبل أن يرجم يجب أن يجلد 100 جلدة؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث جلد 100 والرجم، وفعل هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الجمهور على أنه يكفي الرجم وأن الجلد يدخل في الرجم، وهذا الذي عليه العمل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.